السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني مشاهدي ومشتركي قناة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إجابة لبعض الأخوة الذين سألوا هل أن عداد سرعة السيارة أو البيكل سبيدومتر يعمل مع حساس سرعة السيارة بصورة مستقلة عن الإي سي إم أو عقل السيارة؟ يعني بصورة أبسط، هل عداد سرعة السيارة يأخذ الإشارة من الحساس مباشرة بدون المرور بعقل السيارة؟ الجواب لا يا أخي، فكل شيء يمر عن طريق الإي سي إم. الإي سي إم عبارة عن مراقب لكل المشغلات وكل الحساسات الموجودة في السيارة، فعنده دوران أو عند تحرك السيارة ودوران حساس سرعة السيارة أو ما يسمى بالإنجليزية Vehicle Speed Sensor VSS، عند دورانه يبعث بالمعلومات إلى عداد السيارة الموجود في الداشبورد، في لوحة الداشبورد، وكذلك في نفس الوقت تذهب المعلومات إلى الـ ECM، بحيث عند عطل عداد السيارة يمكنك قراءة سرعة السيارة عن طريق الـ ECM إذا كان الحساس يعمل. أما بالنسبة لحساس الـ RPM أو التاكومتر، حساس الـ RPM يختلف عن حساس السرعة، فهو يأخذ الإشارة مباشرة من عقل السيارة اعتمادا على عقل السيارة أو كمبيوتر السيارة، بحيث كمبيوتر السيارة يأتي بالـ RPM أو دوران المحرك من حساسات أخرى يعتمد عليها تختلف من سيارة لأخرى. لكن عداد السرعة في السيارة يقرأ المعلومات التي تأتيه من حساس السرعة، وكذلك في نفس الوقت يكون الـ ECM مراقب عملية القراءة بالضبط، بحيث تخزن معلومات المسافة في الداشبورد وكذلك في الـ EEPROM داخل عقل السيارة أو كمبيوتر السيارة. قد يسأل بعض الأخوة يقول في بعض السيارات لا نجد حساس السرعة أو الـ Vehicle Speed Sensor VSS. نعم يا أخي، فبعض السيارات لا تعتمد على وضع حساس السرعة في الترانسميشن أو جير السيارة، ولكن تعتمد على الإشارة التي تأتي من نظام الـ APS. كما نعلم أن نظام الـ APS يقوم بقياس سرعة السيارة، عجلات السيارة، فيعتمد الـ Vehicle Speed Meter أو عداد سرعة السيارة على الـ APS. هذا التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.